السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع خصائص الصالحين، واتكلمنا في اللقاء الماضي عن خصيصة مهمة وهي لسان الصالحين مع الآخرين، إزاي بيتكلموا، إزاي بيختاروا أفضل الكلم، أفضل الألفاظ، أفضل المعاني، وإزاي هما بيبتعدوا تماما عن الفحش والتفحش والبذاءة التي هي من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معنى تاني متعلق أيضا بخصيصة اللسان، بس المرة دي اللسان مع الله عز وجل ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، أي أن الله عز وجل مع الذاكرين، وهو القائل جل وعلا في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر الصالحين إذا ذكروا. لذلك من أهم الخصائص اللي ممكن نعتبرها مميزة للصالحين بل مميزة للمؤمنين، لما ربنا اتكلم عن النقيض عن المنافقين قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. اسمع بقى الخصيصة دي عن المنافقين، ما هو بضدها تتميز الأشياء. انت لما تعرف صفات المنافقين هتعرف نقيضها هيكون من صفات المؤمنين. فربنا قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى كده نفهم أن الصالحين والمؤمنين لما بيذكروا الله عز وجل مش بيذكروه ذكر عادي، يذكروه كثيرا. وآيات كتير جدا في القرآن بتتكلم عن هذا المعنى. لما يجي الذكر مع المؤمنين لازم بيجي بصيغة الكسرة، لازم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دايما الذكر مع المؤمن الكثرة، وده يتبين من عنوان الحلقة اللي جبته برضه من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، كترت. ما هو الواحد ساعات كده يحس: طب أنا هعمل إيه ولا إيه؟ أنا عايز أقرب، يا رب أنا عايز أجتهد، يا رب أنا عايز، بس في حاجات مش بقدر أعملها، عايز أنفق بس معيش فلوس، عايز أضحي في سبيل الله بس مفيش مجال، عايز أعمل أي حاجة كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال له: أنا عايز حاجة كده أمسك فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا ليبين معنى الذكر باللسان، مش مجرد أن أنت بتقول كلمة وخلاص أو شوية صوصوة، أنا آسف في الكلمة، لأن اللي بيذكر من غير ما يعي كأنه بيصوصو. بس 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 بس. إيه أنت بتقول إيه؟ لحظة فكر، أنت بتذكر الله؟ لا. قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لسانك اللي هو من كثرة الذكر بقى رطب، ده انت ما بتبطلش، ده انت على طول شغال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله الله الله، سبحان الله ولا إله إلا الله، تقعد تفكر: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل من نعيم أهل الجنة الذكر، يعني هم في أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة وما قرب إليه. وانت في الجنة مش مكلف، صح؟ خلاص التكليف خلص في الدنيا. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح عن أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. انت وانت بتتنفس بتفكر، يعني دلوقتي وانا بكلمك أكيد اتنفست كذا نفس، هل أنا قعدت أركز؟ ده حتى في الطب يعني يقول لك ايه، ان التركيز مع النفس في دلاله على ان في مشكله. انت لما بتبدا مش عارف تتنفس كويس بتبدا بقى عمال تجاهد عشان تاخد نفسك، فتبدا دي فيها مشكله صحيه. لكن الطبيعي لو انت انسان بتتنفس بشكل عادي مش هتاخد بالك انت بتتنفس ولا ما بتتنفسش. اهم اهل الجنه وكل ما في الجنه نعيم، يلهمون التسبيح كما نلهم نحن اهل الدنيا النفس، على طول شيء من تركيبهم شيء من حياتهم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حين أول زمرة يدخلون الجنة يسبحون الله ويكبرونه، وهم داخلين كده الجنة سبحان الله. طب هو الذكر ده عشان ناخد ثواب؟ لا، مش بس عشان تاخد ثواب، الذكر حياة.
وده المعنى الأعم للذكر. يعني لو قعدنا نتكلم عن أحاديث الذكر هناخد الحلقة كلها ومش هنخلص أحاديث الذكر. أحاديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس فيها إن هم يذكروا الله عز وجل، هو بيقول لهم سبق المفردون. مين المفردون يا رسول الله؟ اللي سبقوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لما النبي عليه الصلاة والسلام لسه قايلين الحديث وأنا معه إذا ذكرني، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا عجز أحدكم عن الليل أن يكابده، وعن المال أن ينفقه، وعن العدو أن يجاهده، فليذكر الله كثيرا. يبقى قال لك إن بديل كل هذا، أو إنك لو ما قدرتش تعمل كل ده تذكر الله عز وجل. أحاديث الذكر كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر جدا من أحاديث الذكر، ويذكر يكثر جدا من الدلالة على الذكر. لكن المعنى الأعم اللي كثير من الناس ما بياخدوش بالهم منه، إن الذكر مش مجرد تحريك للسان، ولا حتى معنى الذكر المباشر حتى اللسان والقلب، لكن الذكر ببساطة نقيض النسيان. الذكر انك ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي هنقوله ان شاء الله بعد الفاصل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. لسه مع الذكر ومع لسان الرطب بذكر الله عز وجل، بس عايزين نعمم بقى المعنى. مش اللسان بس اللي رطب، الحياة كلها ترطب وتلطف وتتحول إلى جنة بذكر الله عز وجل. الذكر مش مجرد تحريك للسان، الذكر حياة، الذكر هو نقيض النسيان. واذكر ربك إذا نسيت. نسوا الله فنسيهم، دول اللي ما بيذكروش ربنا سبحانه وتعالى. لكن ببساطة عايز أعمم لك معنى الذكر، وأقول لك إن الذكر ألا تنسى الله عز وجل. من أكتر المعاني اللي بتبين ده حديث بحب أذكره كتير جدا في كل برامجي، حديث حدير في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، لما الصحابي حدير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية ونسي أنه يجهزه. يعني حدير ما خدش الزاد من النبي عليه الصلاة والسلام، واستحيا أنه يطلب من النبي. فخرج حدير يذكر الله عز وجل، يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد هو يا رب، نعم الزاد، اكتفى بالذكر. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه نسي حديرا، فيرسل له على أثره برسول يديله الزاد بتاعه ويقول له أن هذه الكلمات نعم الزاد هو يا رب بعد أن ذكره له نور بينه وبين السماء. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك حدير، أدرك السرية قبل ما توصل، وقال له اللي حصل، وقال له أن سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات نور لك بينك وبين السماء. شوف بقى حدير قال إيه عشان تفهم معنى الذكر الشامل. قال وذكرني ربي ورحم جوعي وضعفي، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، فاجعل حديرا لا ينساك. هو ده المعنى الشامل اللي عايزين نوصل له مع الذكر. أيوة لساننا يفضل رطب بذكر الله، وأيوة نكثر من الذكر، بس الأهم إن قلبك يفضل ذاكر ربنا، إنك ما تنساش ربنا أبدا. عشان كده في آية عجيبة جدا رب العالمين بيقول عن الصالحين اللي احنا بنحاول نكون منهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هو في ذكر عند الفاحشة؟ وأنا بكون بعمل المعصية أقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، أنا عارف إن أنا هعمل معصية. واحد هيعمل أي ذنب من الذنوب هيذكر ربنا الذكر المباشر اللي احنا عارفينه؟ أكيد لا. واحد مثلا رايح والعياذ بالله يزني، ولا رايح مثلا يسرق، ولا هيقول ايه يعني؟ حتى لو قالها تبقى فيها اساءة ادب لو هي يقصد بها الاستعانة بالذكر على المعصية. لكن المعنى مختلف. تكمل الآية عشان تفهمه. الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. افتكروا في اللحظة دي ربنا. ومن يغفر الذنوب الا الله، عرفوا ان ربنا هو اللي بيغفر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذكر علم، انك تبقى عارف ربنا. فاكرين الحلقه اللي اتكلمنا عنها عن معرفه الله عز وجل؟ هي دي الذكر، معرفه بالله عز وجل. علم عبدي في الحديث، حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل اذنب عبدي ذنبا فقال اي رب. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. علم عبدي، افتكر في اللحظة دي ربنا،
ذكروا الله فاستغفروا، فاستغفروا على طول معاه، مش الذكر ان انا بستعين بالذكر على المعصية، لا، الذكر حياة، ان انا الذكر جابني مرة تانية، رجعني من الصالحين، كنت هبعد، كنت هعصي، كنت هتعدى على حد من حدود الله، لكن ذكرت الله عز وجل فعدت. في كل المواطن تلاقي الانبياء في مواطن الذكر عجيبة جدا. سيدنا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت في هذه الظلمات قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قبل ما يقول اني كنت من الظالمين ذكر الله عز وجل، عشان كده ربنا قال فلولا انه كان من المسبحين، لولا انه كان ذاكر لله، لولا انه كان فاكر ربنا للبث في بطنه الى يوم يبعثون. انا عايزك تحط ده شعار في حياتك، انت من المسبحين ولا لا؟ انت من الذاكرين الله كثيرا ولا لا؟ انت الذكر بالنسبه لك مستعان بيه في كل شيء، مستحضره، فاكر ربنا دايما؟ بقول لك حتى لو ما اتكلمتش، حتى لو كنت بتتكلم مع الناس، ربنا بيقول في الحديث القدسي واذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انت ممكن تبقى وسط الناس وبتتكلم في حاجه، بس انت قلبك فاكر ربنا، قلبك ما بينساش ربنا. الحديث فاجعل حديرا لا ينساك، مش عايز انساك يا رب، اجعلني لا انساك ابدا، ما تكونش ابدا من الذين نسوا الله فنسيهم. سيدنا موسى عليه السلام في موقف عجيب جدا رايح لفرعون يقول لربنا ايه؟ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كل الدعاء ده مفهوم في هذا السياق، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. كل ده برضه مفهوم، عايز عون وعايز سند وعايز اخوه يكون سند له. وبعدين يقول في الاخر ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ده بيقولها بعد ما ربنا بيقول له اذهب الى فرعون، يعني هيروح يكلم فرعون، بس هو فاهم ان حتى كلامه لفرعون ذكر، محتاج للذكر. عشان كده ربنا قال له ولا تنيا في ذكري. انت كمان اعتبرها في طريق الصلاح مبدا وغايه، ولا تنيا في ذكري فاذكروني اذكركم، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تكون من هؤلاء لا تنسى الله عز وجل فيعاملك معامله النسيان، نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فنسيهم. واذكر ربك إذا نسيت، خليها دايما محاولة لمزيد من الصلاح. إذا نسيت الله، إذا نسيت لحظة إن في رقيب سميع بصير عليم، تذكر مباشرة واستعذ وارجع إلى معنى الذكر، ولا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.